السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض ومدارس الوطن العربي، طلاب الأول ثانوي العلمي، مادة علوم الأرض والبيئة. شباب، اليوم بإذن الله تعالى حنختم المادة، يعني اليوم حعطيك فيديو لهذا الفصل، نظرا لأنه نحن بشهر رمضان وفي عليكم اختبارات، فأنا ما حشرح على اللابتوب بعدين رح أجي على الكتاب وأعيد اللي شرحته وأخطط، لا، مرة واحدة بدي أشرح على الكتاب وأخطط مرة واحدة، بناء على طلب البعض منكم إنه الفيديوهات بتكون طويلة. وأساسا المادة المتبقية من المادة، يعني اليوم حتشوفها، اليوم أقصر فيديو حصوره، المادة بسيطة وسهلة بدهاش إشي. اليوم حنبلش نحكي عن النظام الشمسي. لما نحكي عن النظام الشمسي معناته أنا بحكي عن شمس وبحكي عن جميع الكواكب يلي بتدور حوالين هذا الشمس. بسمي النظام الشمسي اللي هو طبعا هو جزء من مجرة درب التباني، يعني نحن تابعين للنظام الشمسي، هذا النظام الشمسي تابع لمجرة درب التباني. ليش اسمه شمسي؟ بسبب ارتباطه بالشمس. الشمس هي النجم الوحيد الموجود عندنا في النظام الشمسي. لما نحكي عن الشمس بحكي هي أهم المكونات الرئيسية للمجموعة الشمسية، وهي إحدى النجوم المتوسطة الحجم والكتلة بين مئات ملايين النجوم في مجرتنا. برضو الشمس هي تولد وتكبر وتموت، يعني الشمس مثل ما انولدت هي بتكبر بكبر حج بكبر، وهي حيجي يوم من الأيام وحتموت. كمان طبعا احنا اخذنا الشمس، فعشان هيك انا ما بدي ادقر عليها، اخذناها لما اخذنا عن موارد البيئة المتجددة، الموارد الطبيعية المتجددة. هلا تبعد الشمس عن الارض، هذا بهمني تعرفه، اراوند 150 مليون كيلو متر تقريبا. تسمى هذه المسافه بالوحده الفلكيه، الوحده الفلكيه واحده. طبعا الوحده الفلكيه واحده هاي كوحده صغيره انه نتعامل معها، فعلشان هيك لجأ العلماء انهم يستخدموا او يعرفوا بشيء اسمه السنه الضوئيه. لما احكي لك سنه ضوئيه شو يعني؟ هي المسافه التي يقطعها الضوء في سنه واحده، وتقدر قيمتها، أنا هذا الرقم بدي إياه، 9.5 × 10^12 كيلو متر. أوكي، هلأ الشمس، هاي معلومات لازم تعرفها عن الشمس، إنها بتدور حول محورها مرة كل 65 لـ30 يوم، وتدور حول مجرة درب التباني قديش؟ كل 250 مليون سنة تقريبا. أوكي، كيف الأرض بتلف حوالين محورها لمدة 24 ساعة وبتلف حوالين الشمس لمدة سنة كاملة، كذلك الشمس، كذلك الأمر، الشمس بتعمل حوالين نفسها. هلأ في عندي هون جدول، للأسف الشديد إنه هذا الجدول للإطلاع مش للحفظ، يعني ما رح أحفظك الأشياء الموجودة فيه، لكن معلومات جميلة إنك تعرفها عن الشمس من حيث كثافتها وجاذبيتها ودرجة حرارتها وما إلى ذلك. نفتح الكتاب صفحة 200. في عندي أول شيء اللي هو مصدر الطاقة في الشمس. طبعا نحن عارفين مصدر الطاقة في الشمس هي الاندماج النووي، أخذناها مسبقا، إنه تنتج الطاقة الشمسية من تفاعلات الاندماج النووي في باطن الشمس الذي يصل درجة حرارته تقريبا ل15 مليون كلفن. وأخذنا اندماج النووي شو يعني؟ يعني بتندمج 4 أنوية هيدروجين لإنتاج نواة هيليوم. الفرق في الكتلة الهيدروجين مع الهيليوم بيطلع على شكل طاقة كهرومغناطيسية، وهذا الكلام مكرر. ننزل هلأ لتركيب الشمس. لما بدنا نتحدث عن تركيب الشمس، لاحظ الصورة بتبين عندي تركيب الشمس بشكل عام. لاحظ بأن الشمس بتتكون عندي، كيف الأرض تتكون عندي من لب وستار وقشرة أرضية، كذلك الأمر بالنسبة للشمس. أول شيء الشمس بتتكون عندي من لب داخلي. هلأ هذا اللب هو الجزء الداخلي من الشمس. طبعا هذا اللب هو المكان اللي بتحدث فيه عملية الاندماج النووي بين ذرات الهيدروجين لإنتاج ذرات الهيليوم. وين بيحدث هاي العملية؟ باللب الداخلي. بعدين نيجي للطبقة المتوسطة أو طبقة الإشعاع. هاي الطبقة بتكون مسؤولة إنها تنقل عندي الإشعاعات يلي بتكون عندي باللب الداخلي إلى الطبقات الخارجية. أوكي؟ طبعاً تحدث فيها عملية الحمل، تيارات الحمل. طبعاً هي طبقة سمكها عالي نوعاً ما.
نيجي لثالث طبقة بسميها طبقة الغلاف الضوئي. هلا طبقة الغلاف الضوئي واضحة من الشكل عندنا بأنه هي أقل الطبقات سماكة، يعني هي مش سميكة أبدا. طبقة الغلاف الضوئي وهي بتعتبر عندي زي القشرة الخارجية للشمس. أوكي، ثالث شيء في عنا طبقة الغلاف الجوي. هلا الغلاف الجوي بيتكون عندي للشمس من طبقتين، اللي هي طبقة الغلاف الملون والإكليل. أوكي، هلا شو المقصود بالإكليل؟ الإكليل هو الجزء الخارجي من الشمس. طبعا الإكليل بيمتد لأكثر من كيلومترات. أوكي، يعني مش أكثر، بمعنى هي ملايين الكيلومترات هذا الإكليل. أوكي، طب هو عبارة عن شو؟ الإكليل هذا بيتكون من البلازما. البلازما هي الحالة الرابعة من المادة. هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن نواة موجبة وإلكترونات سالبة الشحنة. بما إني أنا بحكي عن شحنات، معناته منطقة الإكليل هي منطقة موصلة للكهرباء. أوكي، كل الحكي اللي حكيته صفحة 201. 201 في عندي هي اللوب، هو الجزء الذي تحدث فيه تفاعلات الاندماج النووي. في عند الطبقة المتوسطة، إذا أول إشي اللوب، ثاني إشي الطبقة المتوسطة. تنتقل الحرارة عبر هذا النطاق من مركز الشمس إلى سطحها بواسطة إيش؟ إما الإشعاع أو تيارات الحمل. إذا لو سألتك كيف بتنتقل عندي الطاقة أو الإشعاعات من اللب الداخلي إلى الطبقة المتوسطة، بدك تحكي لي إما بواسطة الإشعاع أو بواسطة تيارات الحمل. هلأ نيجي لجيم، طبقة الغلاف الضوئي. هي الطبقة اللي بتكون عندي سطح الشمس ونراها عند رصد الشمس. أوكي، طبعا حرارتها تقريبا 6000 كلفن. سمكها قليل جدا، قلت لك، مقارنة بسمك الشمس بشكل عام. دال اللي هي طبقة الغلاف الجوي للشمس. طبعا هو بيتكون عندي من شغلتين، أول إشي اللي هي طبقة الغلاف الملون، ثاني إشي اللي هو إيش؟ الإكليل. ماذا يعرف الإكليل؟ هو الجزء الخارجي من الشمس يمتد إلى ملايين الكيلومترات ويتكون من البلازما، بتمثل نواة موجبة وأخرى وإلكترونات سالبة، مما يجعلها وسط موصل للكهرباء. أوكي، هلا بدنا نيجي لبعض الظواهر يلي بتتعلق عندي بالشمس. لاحظ المادة سهلة بسيطة، بدهاش إشي بس حدد واحفظ. أول إشي اللي هي بحكي عنه الرياح الشمسية. طبعا الرياح الشمسية هاي مش الرياح اللي احنا بنشوفها بحياتنا او الرياح المتعارف عليها زي رياح الهواء، لا هاي مختلفة شوي. شوف، ينطلق من السطح الخارجي للشمس الإكليل تيارات من الدقائق المشحونة بشحنات موجبة وسالبة ذات طاقة حركية شمالها عالية جدا. استطاعت الإفلات من جاذبية الشمس، شو بسميها؟ الرياح الشمسية. أوكي، نيجي للصفحة 202، هيوتها الرياح الشمسية. طبعا لاحظ انه هاي الارض هاي الشمس. الارض هدول هي خطوط المجال المغناطيسي الارضي. الرياح الشمسية هاي لو وصلت عندي على الارض راح تعمل عندي كارثة. لكن سبحان رب العالمين، نظرا لوجود خطوط المجال المغناطيسي هدول يا خطوط المجال بيشكلوا عندي حماية، حماية من الرياح الشمسية يلي من الممكن إنها توصل كوكب الأرض. فخطوط المجال المغناطيسي هم حائط الصد حائط الصد للرياح الشمسية. أوكي، طبعا نتيجة لعملية الاصطدام هاي بيولد عندي ظواهر بنشوفها زي الشفق القطبي مثلا. أوكي، هلا هون انزل تحت بحكي عندما تصل هذه الجسيمات اللي هي المشحونة اللي هي الرياح الشمسية إلى منطقة المجال المغناطيسي الأرضي يؤثر عليها وبيحرفها. أوكي، يتمتع المجال المغناطيسي بشدة كافية لأن يجعل الجسيمات المشحونة السريعة تبتعد عن الأرض، وبهذا يحمي الأرض من تأثير هذه الجسيمات. أوكي، يعني لو سألتك شو اللي بيحمينا من الرياح الشمسية حتقولي المجال، خطوط المجال المغناطيسي الأرضي. نيجي للبقع الشمسية. هاي البقع الشمسية برضو هي بتظهر عندي على الشمس، هيدا فرجيك إياها صفحة 203.
هاي هي بحكي عنها البقع الشمسية. هاي البقع الشمسية منشوفها أو يتم رصدها على سطح الشمس. طبعا هي مناطق ذات درجات حرارة أقل من المناطق المحيطة فيها. إذا هون بس حط خط تحت، البقع الشمسية هي المناطق ذات درجات حرارة أقل من المناطق المحيطة فيها، علشان هيك بتبدو داكنة بالنسبة للمناطق اللي حواليها. آخر ظاهرة الشفق القطبي تسمى ظاهرة الشفق القطبي أو الأضواء الشمالية أو الفجر القطبي. هي ظاهرة طبيعية تظهر في سماء مناطق القطبية بعيد غروب الشمس. طبعا هاي ألوان معينة بتظهر عندي في السماء. طبعا هي من الظواهر الناتجة عن الشمس، أوكي، أو المرتبطة بالشمس نتيجة تصادم أشعة الشمس مع خطوط المجال المغناطيسي، فبيظهر عندي خطوط الشفق القطبي، أوكي. طبعا في هاي المناطق اللي بتظهر فيها خطوط الشفق القطبي بتشكل مناطق ذات جذب سياحي عالي جدا. افتح الكتاب الصفحة اللي بعده، صفحة 204، في عندي ما يعرف بالكواكب وتوابعها. هلأ لما نحكي عن الشمس، إيش لما نحكي عن النظام الشمسي، إيش اللي بيلف حوالين الشمس؟ كواكب. الكواكب عبارة عن أجرام سماوية معتمة مش بطيئة بحد ذاتها. هلأ في كمان بين الكواكب أجرام سماوية أصغر بحكي عنها كويكبات، في كمان عندي أجرام سماوية أصغر بحكي عنها توابع، أوكي. هلأ أول شيء، الكواكب أجرام سماوية باردة لا تولد طاقة من تلقاء ذاتها، تدور في مدارات محددة حول الشمس، أوكي؟ نيجي هون، في عنا إشي بسميه كواكب داخلية، طبعاً هي الكواكب الأقرب على الشمس، زي عطارد والزهرة والأرض والمريخ، هاي بتتميز بأنه إلها أسطح صلبة، كثافتها عالية. بينما الكواكب الأربعة التانيين بحكي عنهم الكواكب الخارجية، هاي ما إلهم أسطح صلبة، هاي الكواكب الخارجية كلهم عبارة عن كواكب غازية، أوكي؟ انزل تحت شوي. هلأ مثلا بحكي لي تتكون الكواكب الخارجية من غازات الهيليوم والهيدروجين، عشان هيك بسميها الكواكب الغازية، بينما الكواكب الداخلية من مكونات صخرية، علشان هيك بسميها كواكب صخرية، أوكي. هلأ تعال صفحة 205، 205 هون بحكي لي في إشي بسميه توابع الكواكب اللي هي الأقمار، زي الأرض، الأرض لها قمر، هي كتل صخرية باردة برضو تدور حول الكواكب بمدارات إهليليجية، أوكي. للأرض قمر يدور حولها قديش تقريبا، هذا قديش عشان يكمل دورة كاملة بيستغرق 29.53 يوم، أوكي. هلا في كواكب ما بتمتلك أقمار زي عطارد والزهرة، هدول ما بيمتلكوا أقمار، أوكي. في عنا مكونات أخرى برضو للنظام الشمسي، من هاي المكونات المذنبات. طبعا المذنب مطلوب منك تحفظ شكله، تحفظ شو أجزاؤه لهذا المذنب. لاحظ أنه بيتكون عندي من الهالة، من النواة، من الذنب الغباري، ومن الذنب الأيوني، أوكي. يعني مطلوب منك تعرف شو أجزاء وبس. ما بدي أنا أتعمق بالمادة، لو بدي أتعمق بالمادة بشرحها بطرق أخرى، بس أنا بدي أسهل عليك، فبدي أعطيك يا دوب هيك أشياء بسيطة عن كل إشي بنمر عليه، أوكي؟ طيب، طبعاً المذنبات يعني من زمان الناس مكتشفينها وبيلاحظوها، وأول ما كان يتم رصدها كانوا الناس بتخاف منها، بعدين تم اكتشافها واكتشاف مكوناتها الموجودين معها. صفحة 206، بس بدي اياك تعرف هاي المعلومة، عند اقتراب المذنب من الشمس في مداره تكنس المادة المفككة خلف جسم المذنب بفعل الرياح الشمسية، فبتشكل ذنب طويل يمتد خلف نواة المذنب، أوكي. يعني الرياح الشمسية لما المذنب يقترب من الشمس بتأثر على المذنب وبتخلي ذنبه هذا شماله طويل، أوكي. أكيد طبعا هو بيعكس أشعة الشمس الساقطة عليه فنستطيع رؤيته. ننزل تحت، حزام الكويكبات. هلا شو هي الكويكبات؟ هي أجرام، مبينة من اسمها، أجرام سماوية صخرية تدور حول الشمس بين مداري كوكب المريخ والمشتري.
تكونت الكويكبات مع تكون النظام الشمسي أكيد. غير هيك يعني بدي أسهل عليك ما بدي. هلأ بهمني تعرف وين موقع هاي الكويكبات، صفحة 207، صفحة 207 موقع حزام الكويكبات في النظام الشمسي بين كوكبي المريخ والمشتري. طلع على الرسمة، هاي المشتري وين؟ هاي المريخ. حزام الكويكبات جايين بين المشتري وبين المريخ. يقال بأنه بسبب جاذبية كوكب المشتري العالية هاي الكويكبات ما التمت على بعض وشكلت عندي كوكب جديد. انزل، في عندي ثلاثة حزام كايبر. هذا الحزام بتدور طبعا هو وين موجود؟ موجود أبعد من نبتون، اوكي؟ يعني هو قبل طبعا بلوتو هو هلا راح، لكن موجود عندنا بالكتاب حاطينه، لكن هو موجود وين موقعه؟ بين بلوتو ونبتون، اوكي؟ تدور اجرام هذا الحزام حول الشمس في مدار ابعد من مدار كوكب نبتون، اوكي؟ يعني بهمني بس تحفظ مواقعهم، وين حزام كايبر؟ مدار ابعد من كوكب نبتون. اللي بعده بس آخر كلمة على حزام كايبر، صفحة 208. تمتاز معظم الأجرام السماوية في هذا الحزام بأنها جليدية التركيب وداكنة اللون. أكيد جليدية لأنها حتكون عندي بعيدة عن الشمس. آخر شيء اللي هو الغلاف المحيط بالنظام الشمسي، يحيط بالنظام الشمسي سحابة كروية هائلة من المواد الجليدية بسميها سحابة أورت، أوكي؟ وبس هاي هي السحابة، هاي السحابة محيطة بالنظام الشمسي. ما بدي أتعمق أكثر، خلص يعني بس اكتفي بالإشي اللي أعطتك إياه علشان أسهل عليكم. شباب كل عام وأنتم بخير، نحن هيك ختمنا المادة. تقيد بالإشي اللي بنعطيه، تقيد بالإشي اللي بنخططه. دائما بحكي لك يعني ادرس اول باول، المادة زخمة نوعا ما، فيها كمية معلومات كبيرة، انا بحكي عن مادة علوم الارض بشكل عام. كل التوفيق، كل التحايا، يعطيكم الف عافية.